ليه أغلفة الصحف العالمية علشان نتابع أبرز الكلام والتصريحات والأخبار اللي موجودة في إسبانيا وفي إنجلترا وفي إيطاليا، والبداية من أصل إسبانية والكلام طبعا على المباراة ما بين المنتخب الإسباني والمنتخب الروسي في مواجهات كأس ديفيز. وأكيد طبعا اللي بيتابع لعبة التنس عارف أن كأس ديفيز واحدة من البطولات المهمة جدا اللي بينافس عليها جوكوفيتش، اللي اتكلم وقال المنافسة كانت في حاجة إلى تغيير مثل هذا. ده بالنسبة لجريدة الأصل. طبعا التوقف الدولي، وبالتالي مفيش أي حاجة خاصة به حتى بعتها، وللمنتخب الأسباني كمان مفيش حاجة أهم من كأس ديفيز للتنس. نروح لجريدة سبورت ونشوف الكلام هنا على نيمار. كل شيء مفتوح أمام نيمار، طبعا كل شيء مفتوح أمام نيمار بالنسبة للريال والبرشلونة. اللاعب رفض أنه يجدد عقده ويمدد عقده مع باريس سان جيرمان، واللاعب مصمم على مغادرة ملعب باريس سان جيرمان ونادي باريس سان جيرمان إلى التجربة اللي تليق بنيمار. طيب نروح لإنجلترا، وأول الأخبار استبعاد جوميز وتوديع فيدرر، أبرز في الصحف الإنجليزية. طبعا يعني زي ما حضراتكم عارفين جوميز طبعا تم استبعاده من المنتخب الإنجليزي، وفيدرر خرج من كأس ديفيز. وأكيد طبعا كل العالم بيتكلم على التنس. التنس دي زي ما حضراتكم عارفين ليها عشاقها وليها ناسها اللي بيحبوها بيتابعوها. لسه مكملين معاكم من الديلي ميل. ألم جوميز، الإصابة تنهي أسبوعا تعيسا، وساوث جيت يؤكد على أنه سيكون أقوى. أيضا بتتكلم على استبعاد جوميز بعد اصابته، وبعد ما جاريث ساوث جيت قرر ان هو يستبعده بسبب الاصابه، والمدرب زي ما حضراتكم سامعين بيشد من اذر اللاعب وبيقول انك هترجع اقوى من الاول. نروح لايطاليا، صحيفه كوريا دي سبورت قالت الساحر ابراكادابرا في ايطاليا. ابراكادابرا طبعا زلاتان ابراهيموفيتش، والكلام ما بين الدوري الاسباني والدوري الايطالي. هل ابراهيموفيتش هيعود الى الدوري الايطالي من جديد ولا لا؟ قالت ان السوق قبل يناير في لحظات سحريه لزلاتان ابراهيموفيتش. السويدي هو هدف لبولونيا وميلان، ويعتمد ميهايلوفيتش على اقناعه، وميلان يحاول اعادته للعائله. هنشوف زلاتان ابراهيموفيتش هيعمل ايه. نروح لتوتو سبورت وعنوان رونالدو، تصريح مهم، اتفهم قرار ساري. رونالدو بيعترف على صحه قرار مدربه ساري، والكلام كل اللي بيتقال او كل الكلام اللي كان بيتداول، اعتقد ان تصريح مهم زي ده بينفي كل الكلام المتداول والاشاعات اللي رونالدو ممكن يرحل عن اليوفنتوس. لو في كلام لرحيل رونالدو اعتقد ان هي مش هتكون غير بعد نهايه الموسم الحالي. لو باريزيان وبروفونس وفرانس فوتبول كتبت عنوان واحد، البلوز انجز مهمته بالتاهل والصداره. طبعا بعد تاهل المنتخب الفرنسي ليورو 2020 كل الصحف الفرنسيه على قلب رجل واحد، وهو ان المنتخب الفرنسي انجز المهمه بنجاح وتاهل لتصفيات او لبطوله يورو 2020. خلصنا مع حضراتكم اغلبيه الصحف العالميه.